بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الأعزاء متواصلين ضمن هذه الاندفاعات وضمن هذه الانطلاقات. تابعنا الشوط الأول اللي فازت به الطوع لمحمد بن سالم الهاشمي من سجل دقيقتين وثلاث وخمسين ثانية، وتابعنا شاهين ناصر بن سعيد بن أني المدهوشي اللي سجل التوقيت الأفضل دقيقتين وخمسين ثانية. نسير مع الشوط الثالث، هذا الشوط خاص بالإبكار، نسير مع أيضا الشواهين على المركز الأول. محمد بن نكد المدهوشي يقدم شواهين على مقدمة هذا الشوط، بينما ثاني المراكز وصلت هنا على المركز الثاني. هنا تصل على المركز الثاني برمودا، تتقدم في ثاني المراكز علي بن سليم بن يعروف الزرعي يقدم لنا برمودا على المركز الثاني، بينما ما تهاب في ثالث المراكز لا تهاب المشاركات. هنا ناصر بن أني الهاشمي يقدم ما تهاب على المركز الثالث، أحد الأسماء المميزة وأحد الأسماء المرشحة لانتزاع هذا الشوط، بينما المركز الرابع هناك الظبي حسان بن ثابت الهاشمي مع المركز الرابع، ولكن برمودة يا برمودة، برمودة غيرت، برمودة غيرت إلى المقدمة إلى الصدارة. ارصد لي يا بوي، ما تهاب ما تهاب، لا تهاب لا تهاب المشاركات، ما تهاب وبرمودة، برمودة وما تهاب، ما تهاب غيرت غيرت ما تهاب إلى المقدمة إلى الصدارة. سلالة ما يهاب البنادق على المركز الأول، ولكن برمودة لا زالت في دائرة المعركة في دائرة الصراع. برمودة ما تهاب ما تهاب ما تهاب لا تهاب، راحت مع البداية راحت مع المقدمة. سلالة ما يهاب البنادق محمية مرغم، محمية مرغم صاحبة الإنجاز في مهرجان النوادر، تأتي هنا في أيضا اشتراكها الثاني لكي تكرر الإنجاز. سلام وأحمد سلام، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني برمودة علي بن سليم بن يعروف الزرعي، المركز الثالث الظبي حسان بن ثابت الهاشمي. التوقيت دقيقتين وخمسة وخمسين ثانية، تهانينا ناصر بن أني الهاشمي على فوز ما تهاب بالمركز الأول.